السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. هاد المره ما نقولش لكم السلام عليكم البنات، نقول السلام عليكم الرجال. لا فيديو ديال اليوم كيف وعدتكم حلقه رجاليه، ومرحبا اكيد تاب العيالات، حيت ما شاء الله لي فام هما اللي وصلونا على لي صابو ميديكال ديال الرجال. شحال من كليونت كتجي عندنا، شحال من كليونت في لي كوموند يعني باغ انترنيت، وصونا على لي صابو ميديكال بوغوم. واكيد حتى الرجال اللي كيجيو عندنا للمغازان حتى هما طلبوا لي صابو ميديكال بوغوم. يلا هو اليوم متوفر لي صابو ميديكال للرجال والعيالات، باش هاد المره تاخذوا باك فيه صابو للرجال وصابو للعيالات. كيف دائما كنقول لكم، اي حاجه بغيتوها ان شاء الله اكيد تلقاوها متوفره في مغازان كونفورد اليغونس. خليو لينا غير لي كومونتير، واكيد طلباتكم اوامر، ونتوكلوا على الله ونبداو مع التشكيله ديالنا ديال اليوم. وغنبدا لكم بهذا الديزاين اللي كيجي سامبل، والدوبلور ديالو كيجي في لا كولور مارو، كاليتي توب. هادو كلهم دي صابو ميديكال كيدخلوا ديال فاس، فيهم اكيد ثمن زوين بزاف. نورمالمون هذا 150 درهم، مي غنحسبو لكم 120 درهم. كيف دائما نعاودكم مغازان كونفورد اليغونس الأثمنة المناسبة، ولي بوانتيغ راه فيه من 40 حتى ل44. وندوز أكيد نوريكم الموديل كيفاش كيجي من البوس، وندوزو لباقي الموديلات. هانتوما هذا هو الموديل اللي وريتكم كيفاش كيجي في اللبسة، سامبل وأبيض أكيد مع كلشي، والأهم هو أنه مريح. وندوزو لتاني ديزاين، هذا الموديل الاول اللي وريتكم كيجي هكا سامبل، هذا كيجي فيها التقيبات ولكن راه ما كيدخلش الشتا، راه مدوبل من الداخل. هذا كتجي فيها هاد لابارتي هادي كونفورتابل، هاد لابارتي هادي السيليكون. كيف قلت لكم هادو كلهم راه ميديكال. بالنسبه لهاد ديزاين الثاني نورمالمون الثمن ديالو 160 درهم، غيبقى لكم 130 درهم، وكنعطيكم اخر ثمن ممكن، اخر ثمن ممكن وثمن جد مناسب. وهذا الموديل حتى هو راه فيه من 40 حتى ل44. وندوزو نوريه ليكم كيفاش كيجي اكيد في اللبسه. اي فوالا، شوفوا معايا الموديل كيجي سامبل، ولا فورم ديالو راه كتجي مقبوطه في الرجل. وندوزو لديزاين اخر، ودائما مع لا كاليتي توب والجلد، هذا ديزاين اخر. اليوم ما شاء الله راه كاين شي 6 ولا 7 الموديلات، ويلا ان شاء الله لقينا اقبال على هاد لي موديل ولي صابو ميديكال بوغوم اكيد تلقاو معنا تشكيله اكبر. يلا البارطاج بارطاج بارطاج، تشجيعاتكم لينا اكيد، كيف حتى حنا دائما كنحاولوا نوفروا لكم داكشي اللي بغيتو، ما تبخلوش علينا نتوما بالتشجيع المستمر. ولي بوانتيغ ديال هاد ديزاين راه فيه من 40 ل44، هذا راه اون اوتر مارك، يعني حاول تجيب لكم بزاف ديال لي مارك، وان شاء الله نشوفوا شنو الموديل اللي غادي يعجبكم اكثر، وشنو اللي غنلقاو عليه اقبال اكثر. هذا حتى هو راه مبطن من الداخل كيف كتشوفوا، وكتجي فيه هاد الدوره هادي، شو بالدوبلور بالبيج، وكيف قلت لكم كاملين كتكون فيهم هاد لابارتي هادي مزيانه على حساب القدم، حيت الاساس في لي صابو هو الكونفور. وهذا حتى هو غيبقى لكم 130 عوض 160، ولي بوانتيغ راه فيه من 40 ل44. هاد لاغام كامله فيها لي بوانتيغ من 40 ل44. وفي الالوان ركزنا على الاسود كاول تجربه، كاين حتى البلو، ولا كان يعني كيف قلت لكم الاقبال علاش لا نجيب لكم الوان اخرين. وهذا هو الديزاين الثالث، حتى هو كيف كتشوفوا كيجي مقبوط في اللبسه ومجموع، والاهم هو انه مريح. وندوزو لديزاين اخر وشكل اخر، ديزاين اخر اللي هو هذا، ومع اون اوتر مارك، هذا حتى هو زوين بزاف. شوفوا معايا لا كاليتي ديال لا سوميل، شوفوا في هاد لابارتي هادي، هادي كتكون سيرتو بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم بي بلا، بي بلا كتزيدو لهم هاد لابارتي هادي باش كيقاد الرجل، وكتكون اكيد حتى في لي زارتيكل ميديكال. هذا هو الديزاين من الداخل، والشكل ديالو اكيد من برا، ولا سوميل يا سلام كاليتي توب. وهادو راه مخيطين، وبالنسبه للثمن
هذا غيبقى لكم 130 عوض 160، وندوز معكم نوريكم كيفاش كيجي في اللبس. هذا الديزاين راه فيه جوج زواقات، هذه الزواقه الاولى اللي ديجا وريتكم ها هي كيفاش كتجي ملبوسه، وندوز معكم الزواقه الثانيه. بالنسبه لهذا الموديل اللي وريتكم كيف قلت لكم راه فيه جوج ديال الزواقات نفس لا مارك، كاينه هذه الزواقه هذه اللي وريتكم الاولى، وكاينه هذه الزواقه هذه الثانيه. لي بوانتيغ بجوج من 40 لربعة 44، وكلهم نفس الثمن كيف قلت لكم 130 درهم، نفس لا كاليتي، نفس الديزاين، نفس لا سوميل، مختلفين غير في الديزاين ديال هاد التيج الفوقاني. هادي كيجي سامبل في هاد لاستين هادي، وهذا كيجي في هاد لي بارتي هكا بومبي كيف قلت لكم. مهم لي ديزاين فين كاين الاختلاف، اما لا كاليتي راه كتبقى نفسها من جميع المعايير. وندوز معكم لاخر ديزاين في التشكيله ديالنا ديال اليوم اللي كنتمنى اكيد تعجبكم وتلقى اقبال كبير وزوين منكم وتشجعاتكم لينا بزاف بزاف ديال لي جيم وبزاف ديال لي بارطاج وبزاف ديال لي كومونتير. وخليو لي اكيد ارائكم في التشكيله ديالنا وفي الفيديو ديالنا ديال اليوم، وشنو مازال تبغيو يكون متوفر عندنا في المحل. وندوز معكم لاخر ديزاين، وفي الاخر ديال الفيديو ان شاء الله نعطيكم نخلي لكم النعش ديال المغازه بالنسبه للناس اللي كيشوفوا لا فيديو ديالنا لاول مره. واكيد راه حنا كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه، غنخلي لكم رقم الهاتف وجميع المعلومات ونوريكم. كنوريكم انا كنهضر معكم في نفس الوقت كنوريكم الديزاين الاخير اللي هو هذا اللي حتى هو الثمن ديالو نورمالمون 160 درهم، وغيبقى لكم 130. لي بوانتيغ من 40 ل 44، وفي الالوان متوفر في النوار ومتوفر في البلو. هذا هو الموديل اللي قلت لكم دخلنا لكم فيه في البلو، واكيد لقينا اقبال على هذه التشكيله. غتلقاوها متوفره يعني في الالوان اللي غادي تبغيو، يعني شوفوا نتوما شنو الالوان اللي بغيتو من غير هذه الالوان وخليوهم لنا في كومونتير وان شاء الله نوفروهم لكم. وندوز معكم نوريكم هاد لي زارتيكل الاخرين كيفاش كيجيو في اللبس. هذا هو اخر ديزاين اللي وريتكم في لا كولور نوار، ونوريكم حتى لا كولور بلو. هذا هو لا كولور بلو، حتى هو كيجي اكيد زوين في اللبسه وكيجي مع كلشي، ومن الالوان المفضله عند الرجال. وندوز معكم الديزاين الاخر اللي كنت وريتكم وما صورناش لكم ملبوس، وهذا هو الديزاين اللي قلت لكم وغيكون اخر ديزاين غنوريكم ملبوس. وتهنا اكيد غنقول لكم بسلام عليكم وتهلاو لي في ريوسكم. وقبل ما نكمل لا فيديو ديالي نعطيكم الناس كيف وعدتكم، حنا كنتواجدوا في جوهره سيدي مومن اون فاس مع مسجد جوهره الدار البيضاء الكبرى. اللي بغى يجي عندنا راه دايرين لوكاليزاسيون في جوجل ماب، يكفي ديرو كونفور اند اليغونس قصريه جوهره راه طلع لكم لوكاليزاسيون. ونعطيكم الناس الا بغيتو تجيو هكا على لوطوغوت، حنا في الطلعه ديال اتاكادا ودعين السبع بالضبط، يعني واخا حنا محسوبين على سيدي مومن ولكن الطلعه ديال اتاكادا ودعين السبع اقرب لينا من الطلعه ديال سيدي مومن. حنا جينا على الديكاتلون على اتاكادا، ماشي الديكاتلون على اتاكادا، يعني اون فوا كتخرجوا من لوطوغوت الطلعه ديال اتاكادا كتخليو اتاكادا على يديكم اليسر، واقامه جوهره راه كتشوفوها على يديكم اليمين. سابو على يديكم اليمين كتدخلوا مع داك الشارع الكبير ديال جوهره، كتزيدوا شويه كتلقاو لا بنك اوف افريكا شوكيه، كتدخلوا مع هذيك الزنقه نيشان كتلقاو جامع جوهره هنا راه اون فاس. نتمنى يكون النعت سهل لكم، وكيف قلت لكم راه كنديروا التوصيل في كازا وفي جميع المدن المغربيه، فيما كنتو في المغرب ممكن اكيد تقداو من ماغازان كونفور اند اليغونس. هلاو لي فريوسكم وبسلام عليكم، واكيد غنخلي لكم رقم الهاتف هنا في الشاشه.